أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 26 من ديسمبر عام 1978، حضر معالي سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية سابقا الجلسة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي برئاسة سعادة تريم عمران تريم رئيس المجلس رحمه الله. وبدأت جلسة المجلس الوطني الاتحادي والتي شارك بها عدة وزراء في الدولة بمناقشة الأسباب التي أدت إلى تأجيل صدور بعض القوانين الاتحادية، ودعا المجلس إلى إعادة النظر بالقوانين والنظم التي تعرقل الإسراع في إنجاز المشاريع الاتحادية. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة سير العمل في دائرتي الهجرة والمرور، وأيضا متابعة الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي في الدولة. وقد أوصى المجلس خلال الاجتماع بوجوب إصدار الميزانية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في موعدها المحدد، وطالب كذلك عبر توصية رفعها إلى مجلس الوزراء بضرورة العمل على تصنيف المقاولين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهها المقاولون في ذلك الوقت. كما أحال المجلس الوطني الاتحادي التوصيات الصادرة من منظمة العمل الدولية إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي حول الموضوع. صفحات من الماضي.